المفروض انه يكون مسجل اسمه على موقع الوزارة، ممكن يوصل له 20 رقم بيجي، ممكن مش متحدد له المكان، بس احنا بنساعده ان احنا بنبعت له الرسالة، او المواطنين اللي ما بعت لهم الرسالة للتوجه لهنا لنصر شقة يكون معاه الباسبور وتأشيرة سفر او جواز او تذكرة سفر او اي حاجة تدل على انه مسافر. في نفس الوقت هو بعد ما بيحصل على التطعيم بيحصل على الشهادة في نفس التوقيت. في موافقة مستنيرة بالنسبة للحاصلين على تطعيم مخالف للجونسون قبل يعني ما يجي يحصل على الجونسون، بتبقى بموافقته بيقر ان هو احنا ما عندناش اي تعليمات بتقول او تجارب حصلت على الميكس ما بين التطعيمات، فهو بيقر بانه هو هياخد التطعيم على مسؤوليته للسفر. المطلوب منهم ان اوراقهم تكون معاهم جاهزة، يعني اصل الباسبور مش صورة الباسبور، ان هم بس يلتزموا بالهدوء يعني والنظام، لان طبعا الكل في ناس كتيره فعلا عايزه تسافر، الكل هياخد خدمته، الكل هيحصل عليها في وقت سريع واحنا في خدمتهم. يعني طوال ايام الاسبوع احنا لسه بادئين امبارح، فطبعا العدد كبير، والنهارده الجمعه شغالين، في اقبال شديد.